أقامت كنيسة القديس جورج الشهيد اللاتين في إربد مخيماً صيفياً بعنوان نحو الخلاصي، وهو موجه للشبيبة من فئتي الإعدادي والثانوي. بدأ اللقاء بصلاة داخل الكنيسة ترأسها كاهن الرعية الأب فراس عريضة، تلاها اعترافات وتأملات، كما تخلل النشاط الصيفي محاضرات روحية ونقاشات جماعية لتطوير وتزويد أفكار الشباب بكل ما هو جديد، إضافة لأنشطة مائية ترفيهية وألعاب وليالي سمر. ويهدف هذا المخيم الذي استمر 3 أيام إلى تعزيز وتنمية الأعمال الريادية لدى الشبيبة من كافة الأعمار، وبث روح المحبة والعمل الجماعي بينهم، والتعمق الروحي كذلك استعداداً للقاء السيد المسيح، إذ أن المسيحية ترتكز في رسالتها على سرين مقدسين هما الميلاد والقيامة. المخيم بيتناول عدة محطات أساسية، المحطة الأولى الخلق، المحطة الثانية السقوط، المحطة الثالثة المسيح، والمحطة الرابعة والأخيرة اللي هي الخلاص. مخيمنا عبارة عن 3 أيام بيجمع ما يقارب من 25 إلى 30 شخص من شبابنا، من شبيبتنا فئة الإعدادي وفئة الثانوي. المخيم بشكل عام بيهدف على أنه نوصل رسالة المسيحية بشكل بسيط ومبسط عشان يفهمها شبابنا، وعشان يقدروا يكون عندهم تصور على النظرة المسيحية عن الحياة وعن إيش اللي صار خلال التاريخ وخلال قصة الإنسان مع الله. صراحة كثير مبسوطين، كثير عم نستفيد، عم بيعطونا المسؤولين محاضرات يعني جد متعوب عليها وكثير حلوة، وشكرا لكل لأنه عن جد احنا كثير مبسوطين هلأ. المخيم كان كثير حلو، كمان الألعاب اللي لعبونا إياهم كانوا كمان كثير حلوات وحبيتهم، وحبيت إنه يعني في إنه وقت إنه نلعب وفي وقت إنه نحكي مع بعض.